اتفاقات وهدن ومعاهدات تتوالى في هذا البلد مع كل منعطف وازمه يعيشها، لكنها غالبا ما تكون اضعف من ان تحدث شيئا في الواقع وابعد من نوايا الفرقاء والاطراف الموقعه. هذه المره موعد مرتقب لاتفاق جده، الخطوه التي يجري تسويقها على انها تصحيحيه داخل معسكر استعاده الشرعيه لتوحيد الجهود ضد ميليشيا الحوثي الانقلابيه. لكن في المقابل يراه مراقبون بأنها عملية أولى ضمن سلسلة إجراءات ستقضي على الشرعية ككيان ودولة ومشروع جامع بدمج ميليشيات مسلحة واجهت الدولة واحتلت مقراتها وطردت الحكومة من العاصمة المؤقتة ضمن هياكل الدولة موجة من التسريبات المتناقضة تداولتها وسائل إعلام محلية وخليجية قبيل موعد التوقيع على الاتفاق يوم الخميس لكن مجمل ما تناولته تلك التسريبات واتفقت عليه تشكيل حكومه جديده تضمن شراكه المشروع الانفصالي المدعوم اماراتيا وضم التشكيلات العسكريه التي اسستها ابو ظبي ضمن مؤسسات الدوله الامنيه والحكوميه باعتبارها قوات شرعيه. دمج الميليشيات ومشروعها الذي يناقض المشروع الوطني والثوابت الجمهوريه بلا ضمانات حذر منه مراقبون باعتباره تفخيخا لمستقبل القضيه اليمنيه وتهجينا للشرعيه اليمنيه وممهدا لاشراك ميليشيا الحوثي الانقلابيه في العمليه بذات المبررات والحجج التي قبلت بها الشرعيه الشراكه مع قوات الانتقال. تثير التسريبات العديد من التساؤلات حول الضمانات والتنازلات التي قدمتها الشرعيه تحت ضغوطات دول التحالف للجلوس على طاوله الحوار مع الانتقال. بالتزامن مع ذلك استقبلت العاصمه المؤقته عدن ومدينه سيئون عددا من وزراء الحكومه فيما يبدو انه مؤشر حسن نوايا من الطرفين للقبول بالاتفاق واستئناف عمل الحكومه في المناطق المحرره. وفي السياق ذاته يجري الحديث عن تسلم القوات السعوديه مهمه اداره ملف العاصمه المؤقته عدن والمناطق المحرره وتامين المنشات الحيويه خلفا للقوات الاماراتيه التي اعلنت العداء للشرعيه وتورطت في ضرب قواتها على مدخل عدن. ترقب للتوقيع على النسخه النهائيه لاتفاق جده الذي سيشهد حضور المبعوث الاممي مارتن جريفيث الى جانب سفراء الدول الراعيه للعمليه السياسيه في اليمن. فيما يظل السؤال المطروح هل سيمثل الاتفاق خطوه تصحيحيه داخل معسكر استعاده الشرعيه ام هي خطوه للإجهاز على ما تبقى من كتلة صلبة تدافع عن السيادة والثوابت الوطنية لتتقاسم الأرض والشرعية ميليشيا الانتقال جنوبا وميليشيا الحوثي شمالا